العلم باب عظيم عظيم النفع، لا سيما العلم بعلم العقيدة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا علم جليل وعلم نافع، علم خلق الله الخلق من أجله، فهو علم عظيم تجب العناية به والإقبال عليه وتفهمه والحرص عليه أشد مما يحرص الإنسان على الطعام والشراب، لأنه لا نجاة له إلا به. إذا عمل به صاحبه خالصا لله عز وجل.